عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شباب تقدموا المسيرة ملبين لنداء سيدهم الإمام الحسين عليه السلام المدوف الأجيال، هيهات منا الذلة. فقدموا أنفسهم قربانا من أجل أن تعيش أمتهم حياة العز والإباء، حياة الحرية والعدل والمساواة، حياة العبودية لله الواحد القهار، وليست حياة العبودية لآل خليفة وآل سعود وآل فلان من المشايخ والأمراء والملوك. وما كان ذنبهم إلا أن يقولوا ربنا الله، فأوذوا وعذبوا وأعدموا، إنهم فتية آثروا سبيل الحق الشائك على حياة الخنوع والدعاء والاستسلام. فاستجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، فوجدوا أن من الشهادة تلد الحياة، حياة العز والتحدي للطواغيت والظلمة. يظن السلطان المستكبر إن قتل أمثال هؤلاء سيخلي الساحة آمن لاستبداده وتفرده بالسلطة وذمم الناس، كما كان يظن من قبل فرعون موسى الكريم عليه السلام، حيث ذكر الله عز وجل في كتابه الحكيم وقال موسى: إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. في هذه الآية البينة تلخص لنا الحدث الذي يصور الحالة ما بين جبروت السلطان المستعلي المتكبر وبين من يريد الإصلاح بالوسائل السلمية. فالمستكبر يريد القتل ويتهم معارضيه بإخلال الأمن وإشاعة الفساد وتبديل الدين، أي الوضع الذي عليه السلطان، ولا يحتمل أي رأي آخر. فلا مجال للحوار والرحمة والإنسانية في نصح هذا السلطان، فإن هذه الثلة من المعارضين لم يستخدموا العنف والقتل كالسلطان. إن حزب الدعوة الإسلامية في المملكة المتحدة، وهو إذ يعزي فيه الشعب البحريني المظلوم عامة وذوي الشهداء خاصة ومواساة الأمهات الثكلى في مصابهم الجلل، هذا فهو يستنكر ويجب تلك الجريمة البشعة الرحمة والرضوان لتلك الكوكبة من الشهداء الشباب، الشهيد عباس والشهيد علي والشهيد سامي، والصبر والسلوان لأهليهم وذويهم وجموع شعب البحرين الأبي، وسخط من الله وغضب على القتلة والظالمين، وعذاب وخزي في الدنيا والآخرة لمن ظلمهم وقتلهم بغير حق، إلا أن قالوا ربنا الله لا السلطان. الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.